اليوم وقفة احتجاجية ووقفة مساندة مع السيد محمد ريكان الحلبوسي، أهالي شمال بغداد أعلنتها سابقا والآن، كنا ولا زلنا وسنبقى نحن أمة، لا نقبل بممثل لهذا المكون غير السيد محمد ريكان الحلبوسي، حتى لو خرج عن منصب رئيس البرلمان سيكون هو ممثلنا وهو قائدنا وهو من يتحكم بمصيرنا السياسي إن شاء الله. واليوم مثل ما شفتوا جماهير شمال بغداد حاضرة بشيوخها وصغارها وكبارها لمساندة هذا الحزب، الحزب الإعمار وحزب البناء، وإن شاء الله بتقدم نتقدم. إحنا كشباب شمال بغداد بكل عشائرها واقفين مع سيد الرئيس من مسيرته بدت لحد الآن، وإحنا لا نقاطع كل شيء على سيد الرئيس يقاطع كل شيء ويا إحنا، مصيرنا وتقدمنا وحزبنا هو تقدم، شعارنا أمة، احنا ويا كل سيد الرئيس قلبا وقالبا، يعني على كل الامور صارت في شمال بغداد وصارت في الانبار وكل مناطق احنا واقفين مع سيد الرئيس. والله وقفتنا انتم كما تشاهدون، كلما اراد البلد ان يقف على قدميه جاءه من لا يهم امر هذا البلد واقعد قوامه على الارض. يعني هذا الاستهداف احنا لا نعتبر استهداف لشخص السيد الرئيس ابدا، لان السيد الرئيس هو رئيس برلمان، هاي الدوره يجوز يجي غيره، لكن الاستهداف احنا نعتبره لمكون كامل.